ملف ديال القاضية اللي مشات لباها أرض كتساوي ما يفوق 60 مليار. ما يروج يعني ماشي ما كنتحدثوش على 60 مليار فقط، وإنما نتحدث عن مشروع استثماري فيه أجانب، فيه ناس من أمريكا، فيه ناس من المغرب، فيه رأس مال كبير. لكن تحدثوا على مشروع استثماري اللي كان غادي يدخل لهذه المدينة 200 مليار، مشروع الاستثماري ديال 200 مليار. ثم يفاجئني القضاء بأن واحد الشخص راه من بعد 29 عام هذه راه كيدعي واحد الحق اللي هو ما عندوش. علامة استفهام. كنمشي بطبيعة الحال أنا كمستثمر كنمشي عند محامون، كنمشي عند مستشارين قانونيين، كنعرض عليهم الملف ديالي كلهم. هذا الملف راه فيه مجموعة ديال المستشارين القانونيين ومجموعة ديال المحامون، كلهم يجزمون تقودات سابقون، كلهم يجزمون بأنه أودي لا السيد ما عندوش الحق. إذن هذا المستثمر والناس اللي معاه اللي سمعوا الرأي القانوني أقدم على الشراء، من اللي شراء يفاجأ بأن القضاء كيقول كلمة مخالفة للتوجهات ديال هاد الناس كاملين. إذن فين هو الخلل؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من الدار البيضاء. واليوم احنا ضياف عند الأستاذ كفيل، محامي بهيئة الدار البيضاء، اللي فتح لنا الأبواب دياله من أجل المناقشة ديال واحد الملف اللي دار ضجة مؤخرا، ملف ديال القاضية اللي مشات لباها أرض كتساوي ما يفوق 60 مليار. درنا معها فيديو، والغريب في الأمر وهو كم ديال الهواتف اللي كيجيوني من أجل الرد في هذا الملف. ومن هنا أنا بغيت نوجه واحد الرسالة للناس اللي كتعيط ليا. الملف فيه طرفين، كاين اللي دار حق الشفعة، وكاين واحد السيد اللي ذكرنا، هذاك اللي دار حق الشفعة دار ليه جعل. هادو جوج الاطراف اللي ذكرنا هما اللي عندهم حق ديال الرد، وباقي الاطراف اللي كيعيطوا ليا تيقولوا ليا حنا راه ملاك ديال ديك الارض، وحنا هادي، وحنا هاد الشيء شوفوا مع المحكمه، حيت حنا ما جبدناكمش وما جبدنا حد، حنا هضرنا على ملف اللي تبت فيه في القضاء وهاد الناس خرجوا دواو عليه نتبت ضدهم في الابتدائيه، حكمات لصالحهم السناف ضدهم، خرجوا دواو في الاعلام، جبدوا مول الجعل، جبدوا مول الشفعه، هادو هما اللي تجبدوا، هادو اللي عندهم حق يردوا. الاستاذه تكلمات على مافيا خطيره ديال العقار اللي ما فهماتش هي براسها قاضيه متقاعده، ما فهماتش هاد الملف كيفاش مشى. اليوم معنا الاستاذ كفيل اللي غيوضح لينا شي نقط اللي ما تكلمناش فيها في الحلقه السابقه، وشي حوايج اللي وقعات اللي في الصراحه شويه خرقتني انا. استاذ كفيل، الملف قريته، حفظته وقيل، شنو يمكن يقول لي الاستاذ كفيل بحكم انه رجل قانون على هذا الملف؟ وفي الحقيقه هذا الملف انا عرفت الاطوار ديالو منذ الاول، منذ البدء، حيت ان الملف اول ما بدا كيتحرك تحرك في محكمه الاستئناف بسطات. الملف كيتعلق بواحد العقار اللي القيمه الحقيقيه ديالو اكثر من ما يروج، يعني ماشي ما كنتحدثوش على 60 مليار فقط، وانما نتحدث عن مشروع استثماري اللي من المفروض كان خصو يخدم واحد اليد عامله كبيره في مدينه برشيد بالذات. كنتكلموا على مشروع متكامل، مشروع بنيوي اللي كان غادي ممكن انه يشكل نهضه لهذيك المنطقه. طبيعة الحال أصحاب الأرض أو الناس اللي شروا من عند أصحاب الأرض هما كانوا عندهم رغبة أنهم يديروا مشروع استثماري، لذلك حطوا واحد المبلغ كبير
ديال الأموال عند موثقة أمام أعينها. مر الأمر يعني في إطار بحال شي أي مواطن مغربي ولا أي مستثمر كيفما كان نوعه كيجي كيشري واحد العقار. المفروض أنه كاين ضمانات للعقار، كاين ضمانات دستورية، كاين ضمانات قانونية أنني غنشري أنا واحد العقار وغنستثمر أموال، غنستثمر 60 مليار أو شيء من هذا القبيل، المفروض أنه تحميني المؤسسات. دعا شخص على أنه عنده الحق في هذا العقار بعد 27 عام، كان واحد الحكم ابتدائي. هذه النقطة اللي غنسولك عليها، لأن بزاف الناس كيتساءلوا كيفاش كتقول لنا حكم ابتدائي تحكم ومن بعد لصالح هاد الناس ومن بعد 27 عام عاد دار السناف ديالو. شرح لنا. هو هاد الحكم كان تحكم بعدم قبول، ملي كيكون الحكم بعدم قبول ما كيتبلغش فهو كيبقى راه عايش هذاك الحكم، ما كيموتش قانونيا، راه كيبقى وكيبقى دائما انه هذاك الحكم يثار. ولكن هذاك الحكم في حد ذاته واخا يتستانف، يعني حنا كنهضروا دابا ماشي على حقه في الاستئناف، حقه في الاستئناف دائما كاين ممكن انه يسلكه وقت ما بغى. ولكن الموضوع حنا كنتحدثوا على شفعه في شيء لا يشفع، شيء لا يشفع، وانا كنتحدث معك كخبير في الماده العقاريه. شاد السيد ما عندوش حق في الشفعه نهائيا، والارض الارض في حد ذاتها غير قابله للشفعه. الارض اللي كيفوتها ولا كتفوتها الدوله بين قوسين تفويت، لانه التفويت كيكون غير رمزي، انما هي كتخلى عليها الدوله، لذلك الاملاك الدوله كتسميها عقود تخلي. الارض اللي كتخلى الدوله عليها لصالح شخص ما، هذا جاء في اطار تسويه الاراضي وارجاعها لصغار الملاكين. هذا الاطار العام اللي كانت جات فيه التسويه وتفتح هذا الباب، تفتح هذا الباب التشريعي، كدار اللجنه فيها ثلاثه الوزراء كتخلى على العقار لصالح واحد الشخص معين بعد ما كيستوفي الملف ديالو كيف فيها مرسوم وزاري، ما كتكونش عاديه. اذا هذا الشخص الدوله مكناته من هذا العقار، فوتاته ليه، هو في الاصل ديالو، هو في الاصل شاريه من عند الاصل ديالو، شاريه من عند اجاني ملي جا القانون ديال المغاربه مشى هذا العقار عاود ثاني رجع قدم الملف ديالو لاملاك الدوله سلماته ليه لان عنده الحق فيه. اذا هنا ملي كتسلمك الدوله خاصها تحميك. بحالاش خاصها تحميك؟ بحالاش هاد الحمايه؟ الحمايه كيضمنها كيتسمى ضمان المبيع. انت ملي كتبيع ليا المفروض انني انا خصني المركز القانوني ديالي نكون مطمئن، نكون مرتاح. اي واحد دابا بغى يشري عقار راه كيشري كيحط فلوسه، فخصو يضمن هذاك العقار يكون ديالو، فما بالك الا كانت الدوله هي اللي متعاقده معايا. اذا انا الدوله تعاقدت معايا، سبات لي انني كنهضر على املاك الدوله المخزنيه، سبات لي انني سبات لهاد الناس انهم مشاو اكثر من 20 عام في القضاء وربحوا جميع المساطر، ابتدائي استنافي على التعرضات اللي كانت على التعرضات. اي واحد دعى بانه عنده الحق في هذا العقار جاء امام محكمه، المحكمه بتات سالت جميع الدعاوى، فاذا بنا نفاجئ ملي تسمع بان هذا العقار تباع شراه شخص اخر. ملي الارض صافي، ملي نقاو العقار ديالهم ملي باعوه، ملي بولغ ولا بلغ العلم الى مافيا العقار، لان هاد مافيا العقار راه كتشكل واحد الخطر كبير على الامن القانوني والاقتصادي في البلاد، وخاص يتم التوجه ضد هاد مافيا العقار، وخاص التحقيق ضد هاد مافيا العقار. اذا حنا نتحدث عن شخص كيبان بانه هو اللي دار الدعوه، ولكن حنا على علم وعلى يقين بانه راه شي حد، متاكدين انه وراه اللي وراه، لان الملف انا كنهضر معاك كمحامي كنشوف واحد المجموعه ديال الملفات، وكنشوف الملف كيفاش كيتغادي، كيفاش كيتمشى، واش المساطر القانونيه ديالو مساطر عاديه ولا غير عادي. نقول لك بان هذا الملف غير عادي. علاش هذا الملف فين بان لك لا يتحرك بشكل غير عادي؟ يعني اول شيء نقولوا ان محكمه الاستئناف ممكن انها عندها الحق في التوجه ديالها، يقدر كاع يكون حتى مخالف للقانون، المهم حكمات به، ما كاين عندنا مشكل، باقي عندنا طريقه من طرق الطعن،
هي النقد. درنا النقد ودرنا إعادة النظر في استئناف لأن هذاك الحكم ظهرت وثيقة حاسمة كتبين بأن هذاك السيد اللي سلك هذه المسطرة ديال الشفعة أصلا ما عنده حتى شي صفة تما. ظهرت وثيقة حاسمة درنا بإعادة النظر. محكمة الاستئناف هنا تم الإحراج ديالها. الملف ديال إعادة النظر عموما وراه اللي فاهم في المساطر القانونية غادي يفهمني. إعادة النظر كتكون الجلسات ديالها ماشي طويلة بالزربة. هذا الملف بالذات يؤخر من قبل المحكمة بدون سبب وأحيانا بأسباب، أحيانا تصنعات أسباب، أنه جا واحد المحامي ما كيعرفوش الموكلين ديالي، ما كيعرفو حتى شي حد، سجل النيابة باش يأخر الملف. نعم وراه موضوع شكاية. أحيانا تصنع الأسباب باش يتأخر الملف ديال إعادة النظر. هنا تطرح لنا سؤال، علاش محكمة الاستئناف كتأخر هذا الملف بسبب أو بدون سبب؟ وهذا في حقه كيتواجه مع التوجه الآن ديال الدولة. لقينا بأنه واحد الملف آخر ديال النقد غادي بسرعة صاروخية. ملفات النقد عموما كيكونوا سنة والسنتين والثلاث سنوات أو أكثر، والأغلبية المعدل العام سنتين أو أكثر عاد كتبت محكمة النقد. بطبيعة الحال لأن المستشارين قلال، لأن الملف خصو الدراسة ديالو، لأن محكمة النقد هي محكمة قانون كاين تراكم. حنا مزيان تكون محكمة النقد كتبت في 5 شهور 6 شهور في الملفات، ولكن تكون عامة على جميع المواطنين. علاش هذا الملف بالذات هذا الملف 5 شهور أو 6 شهور كتعين فيه الجلسة؟ إذا آنذاك فهمنا بأن راه هناك أيادي خفية أو غير خافية، هناك أيادي أن هذا الملف غادي بمسار غير طبيعي، فدق ناقوس الخطر. لأن هذا الملف المفروض أنه يكون ماشي عادي، لكن لقينا بأنه المسار دياله مسار غير عادي. أستاذ كتقول لي أن الملف غادي غير عادي، كتقول لي أن ملف كيتسناو في الملف في رجع ديال النقد ولا يتحكم ديال النقد باش هذا الشيء اللي بغيتي تبين ليا ان هذا ديال الاستئناف كيتعطل من اجل حكم ديال النقد، اش من علاقه عند هذاك ديال النقد مع هذا ديال الاستئناف؟ لا هذا الشيء اللي فهمنا، لان ملف ديال النقد غادي بسرعه، طالما غادي بسرعه اذا كنفهموها احنا، هذه من الرسائل للمحامون كيفهموها، كنفهموا بانه كاين توصيات معينه. واش الملف ديال النقد مع نفس الشخص؟ نفس الشخص، كنتكلموا على نفس الملف. هذا الملف تسلكات فيه اعاده النظر وتسلك فيه النقد. نفس الشيء نفس الوقت. تسلكات اعاده النظر كتاخر لان كاين تخوف من الوسائل التي اثيرت في اعاده النظر. فإلى تحكم ملف النقد لصالح الناس ما بقاش الداعي الملف ديال اعاده النظر، ما بقاش عندك حق. هذا الشيء علاش هذا غادي بسرعه وهذا غادي ببطء. احنا نبغيو السرعه تكون في جميع الملفات ديال المواطنين المغاربه، احنا كنا سواسيه امام السيد. هنا الكلام ديالك كيحلنا لواحد السؤال، واش هادشي ما غيخلقش لينا مشكل؟ وخاصه اننا حنا مقبلين على مونديال ديال 2030، كنقلبوا على مستثمرين، كنقلبوا على رجال الاعمال، على اجانب، واش ما كيخلقش لينا مشكل في الامن القانوني؟ واش هاد الناس اللي غيجيو وكيسمعوا فحال هاد الشيء واش ما غيخافوش على رؤوسهم؟ سؤال جيد وسؤال عميق. شوف، المفروض انني انا وانت اي مواطن بل حتى رجل القضاء اننا نحسوا يكون عندنا ذاك الاحساس بأنه كاين واحد الجهة كتحمينا، أمن، وهي ما يسمى بالأمن القضائي. القضاء هو هذاك الباب اللي كنطرقوه من اللي كنظلموا، ومن اللي كنحسوا بأنه ما كاينش العوين، ومن اللي كنحسوا بأنه كاين شي حد تعدى علينا.
كنجيو لواحد المؤسسه اللي سميتها القضاء اللي هي الضامن للحقوق ديال المواطنين. القضاء في المغرب عرف اشواط واشواط، ونقدر نقول لك بانه القضاء في المغرب على انه يضاهي في التوجهات القضائيه في واحد المجموعه ديال الاحكام، يضاهي مجموعه ديال الدول الاخرى. ولكن احيانا يقف الانسان عاجز امام بعض الحالات. احيانا زوينه عجبتني للاسف. انت ما كنعممش حتى انا. انا لا اعمم، وما كنحيدش الخير من هذه البلاد ولا من القضاة ديالها. كاين ناس شرفاء كاينين وبزاف، كاينين وبزاف، واحد القله قليله اللي احيانا جميع المجالات. احنا ما كنتهموا حتى شي حد، احنا غير شنو بغينا، لان القاضي يقدر يخطا، كما يسمى بالخطا القضائي، كاين خطا. غير احيانا الكلفه ديال الخطا، كاين الاخطاء البسيطه وكاين الاخطاء الخطيره. كتكلف بزاف. ملي كتكلم لي على مشروع استثماري بحال هذا، فيه اجانب، فيه ناس من امريكا، فيه ناس من المغرب، فيه راس مال كبير، راه كنتحدثوا على مشروع استثماري اللي كان غادي يدخل لهذه المدينه 200 مليار، مشروع الاستثماري ديال 200 مليار. اذا راه كتكلم لي على انه واحد المجموعه ديال الناس غتضرر، البلاد غتضرر، اليد العامله غتضرر، فرص الشغل غيتضرر، الاقتصاد غيتضرر، الثقه ديال المواطن الاجنبي بجوج. ملي غنجي انا كمستثمر غنجي لهذا العقار وغادي نشريه، غادي نحط عند الموثق الفلوس وادخل معايا مؤسسه بنكيه وغنشري هذا العقار، ثم يفاجئني القضاء بان واحد الشخص راه من بعد 29 عام هذه راه كيدعي واحد الحق اللي هو ما عندوش. علامة استفهام. كنمشي بطبيعة الحال أنا كمستثمر، كنمشي عند محامون، كنمشي عند مستشارين قانونيين، كنعرض عليهم الملف ديالي كلهم. هذا الملف راه فيه مجموعة ديال المستشارين القانونيين ومجموعة ديال المحامون، كلهم يجزمون، حتى قضاة سابقون، كلهم يجزمون بأنه أودي لا، هذا السيد ما عندوش الحق. إذا هذا المستثمر والناس اللي معاه ملي سمعوا الرأي القانوني أقدم على الشراء. من اللي شرى يفاجأ بأن القضاء يقول كلمة مخالفة للتوجهات ديال هاد الناس كاملين. إذا فين هو الخلل؟ واش هاد الناس كلهم ما كيفهموش؟ واش هادوك القرارات ديال محكمة النقد اللي سبق تحكموا في نفس هاد النازلة وقالوا العكس اللي قال هاد اللي قالت هاد محكمة الاستئناف ديال السطات؟ واش غير هاد الناس هما اللي كيفهموا؟ واش شي كلية أخرى كيقراو فيها هاد الناس وكلية أخرى كيقراو فيها الباقي؟ المفروض على ان القاعده القانونيه انها كتكون عامه ومجرده، والعموميه هي انه كما نفس الحكم كاين هنايا كاين هنا، كيسري على المواطن فقير ولا غني، عام ولا خاص، كما بغى يكون نوعه. هذه العداله، وهذه اللي اسس لها صاحب الجلاله. بالفعل الفكره وصلت، هذه هي عداله صاحب الجلاله اللي بغى. فانا نزيدوا بهذه البلاد على انه هناك انحراف في المسار. من المسؤول عليه كتبقى المهمه ديال الصحافه، وكتبقى المهمة ديال الجهات المعنية أنها تقوم بإجراء تحقيق معمق باش توصل للحقيقة. شكرا أستاذ. أعزائي المشاهدين، سمعتوا معنا الحيتيات ديال هذا الملف، شي حوايج اللي سمعناها دابا طريقة قانون حامي بهيئة الدار البيضاء. كنشكرك أستاذ على الاستقبال ديالك وعلى الوقت ديالك. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، إلى اللقاء.